السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا دلوقتي بنستكمل محاضرات البايو كيمستري اللي داخل الجاسترو انتستاينال ميدوري او الجي اي تي تراكت موديول. احنا محاضراتنا كلها تخص الجي اي تي ميتابوليزم. احنا بنستكمل المحاضرة الخاصة بالرول اوف ليفر ان ديتوكسيفيكيشن او الزينوبيوتيك ميتابوليزم. سريعا بص على الكونسبت ماب بتاعت الجي اي تي موديول، هتعرف ان احنا في المحطة التانية. احنا بنتكلم عن دور الليفر في الميتابوليزم، بنتكلم بعد ما خلصنا دوره في ازاي هو بيخلصنا من الامونيا، دلوقتي بنشوف هو ازاي بيخلصنا من الزينوبيوتكس او التوكسيك كومباوند. دي حضراتكم الانتندد ليرنينج اوت كام، الاهداف المطلوبه من حضراتكم ان انتوا تطلعوا بيها من الجزء الخاص بالزينوبيوتيك ميتابوليزم. لازم حضرتك دلوقتي تبقى فاهم يعني ايه زينوبيوتكس وديسكرايب التوكسيك افكت اوف زينوبيوتكس، تعرف الجسم بيتعامل معاها ازاي الرول اوف ليفر في الزينوبيوتيك ميتابوليزم، وهل في اي مشاكل بتنتج نتيجه تعامل الليفر مع الزينوبيوتكس اللي هي بنسموها كلينيكال ديس اوردر ريليتد تو زينوبيوتكس. طيب نفكر حضرتك بالاوتلاينز ونشوف احنا خلصنا منهم ايه ونفتكرهم سريع. احنا عرفنا يعني ايه تعريف الزينوبيوتكس، وقلنا ان تعريف الزينوبيوتكس ان هي اي فورين كومباوند، وقلنا ان انواعها ممكن تكون اكسوجينس زي الدراجز زي الفود اديتيفز زي الانسكتيسايد زي الكارسينوجين، ممكن تكون اندوجينس كومباوند زي البيليروبين او زي الهرمونز بعد ما تؤدي وظيفتها لازم نتخلص منها. وعرفنا ان الافكت بتاعها لو هي زادت حد او الجسم ما اتعاملش معاها بطريقه صح ممكن تعمل سيل انجري اميونولوجيكال ريسبونس ممكن تعمل كارسينوجين. مين هي الاورجنز المسؤول عن الزينوبيوتكس ميتابوليزم؟ الليفر الكيدني اللنج، بتخرج اما من خلال اليورين اما من خلال الاستول اما من خلال اكسكريتد للبايل. بعد كده عرفنا ان تعامل الزينوبيوتكس وجسم الانسان مع الزينوبيوتكس بنسميه زينوبيوتيك ميتابوليزم او ديتوكسيفيكيشن او ترانسفورميشن، وعرفنا ان تعريفها ان ازاي الجسم بيعمل اليمينيشن للتوكسيك كومباوند تخلص منه خالص او حوله من صوره توكسيك الى صوره نون توكسيك او ان اكتيف او امنع تكوين التوكسيك كومباوند من اساسه. وعرفنا الفيزز اللي هي فيز 1 وفيز 2. قلنا ان فيز 1 اللي احنا اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات بالتفصيل، قلنا ان فيز 1 ده هدفه اضافه فانكشنال جروب، مجموعه وظيفيه تخلي التوكسيك كومباوند ده مور ووتر سيليبل فيبقى ايزلي اكسكريتد، وان اهم مجموعه وظيفيه بتضاف هي او اتش او سي او اتش، تمام؟ يبقى هي عشان كده بيسموا فيز 1 هيدروكسيليشن رياكشن، بتتم من خلال الاكسيديشن او الريدكشن او الهيدروليسيس. واتكلمنا عن اهم الانزيم اللي بتشتغل في فيز 1 اللي هو السيتوكروم بي 450 والالكوهول دي هيدروجينيز. النهارده هنستكمل بقيه الانزيمز، هنبتدي نتكلم عنهم بالتفصيل بقى الانزيمز اللي شغاله في فيز 1 ثم نتنقل الى فيز 2 ونشوف بيشتغل ازاي. ابتدي حضرتك راجع معايا مين هم الانزيم اللي شغالين في فيز 1؟ مين هم الانزيم اللي بيشتغلوا في الهيدروكسيليشن رياكشن؟ قلنا رقم واحد وهو المهم وهو الميجر وهو الاساسي عيله المونو اكسجينيز اللي بيمثلهم عندك مين؟ السيتوكروم بي 450 خلاص كده اللي بيسموه الميكسد فانكشن اوكسيديز وهنعرف ليه. وسمعنا عن الالكوهول ديهيدروجينيز ودوره في الميثانول توكسيستي وازاي بنعالجه بالايثانول، وسمعنا عن الدي امينيزس كمان انها بتشيل الامينو جروب فبتخلي لي برده المركب ليست توكسيك. هنبتدي دلوقتي كلامنا عن السيتوكروم بي 450. طيب عاوزك تعرف ايه عن المونو اكسجينيز او السيتوكروم بي 450؟ عاوزك تعرف عنه ثلاث حاجات، بيشتغل ازاي الميكانيزم اوف اكشن، رقم اتنين الخصائص بتاعته ايه، رقم ثلاثة البيوميديكال امبورتنس. انا دلوقتي هخصص جزء مخصوص في الزينوبيوتيك للكلام عن المونو اكسجينيز او السيتوكروم بي 450. عاوزك تعرف عن الميكانيزم اوف اكشن بيشتغل ازاي، خصائص بتاعته ايه من ناحيه الاستراكشر من ناحيه السايت من ناحيه وظيفته، ثم اهميته الطبيه ايه البايوميديكال امبورتنس بتاعه ايه. طيب تعالى بقى نتكلم عن السيتوكروم بي 450 الاول الميكانيزم اوف اكشن هو شغال ازاي. تعالى نتفق ان هو من عيله اسمها مونو اكسجينيز او ميكسد فانكشن اوكسيديز. هنفهم دلوقتي معناها ايه العيله دي هو بيشتغل ازاي. ادي الانزيم البطل بتاعي اللي اسمه السيتوكروم بي 450 اللي هو بيشتغل ان هو يضيف او اتش، بيشتغل في الهيدروكسيليشن رياكشن، داخل له الزينوبيوتكس
داخل له الدراج اللي هو عاوز يتعامل معاه ويحط له او اتش، اتفقنا؟ يبقى السيتوكروم بي 450 داخل له اهو الزينوبيوتكس اللي عاوزين نحط له او اتش. هيقول والله انا عشان اشتغل انا اسمي سيتوكروم بي 450 من عيله المونو اوكسجينيز، يبقى انا لازم اكسجين. حلو، اقول له حاضر اتفضل الاكسجين. هقول له انا ده بيتامر عليا بيقول لي انا كمان عاوز هيدروجين، اقول له حاضر خد الهيدروجين اهو متحمل على النات بي اتش. يبقى اذا السيتوكروم بي 450 عشان يضيف او اتش على اي زينوبيوتيك او دراج هيقول انا عاوز حاجتين، انا من عيله المونو اكسجينيز فعاوز اكسجين، تمام؟ انا من عيله اسمها الميكسد فانكشن اوكسيديز فلو سمحت اديني كمان هيدروجين، خلاص كده؟ فهديله الهيدروجين متحمل على النت بي اتش، هيبتدي السيتوكروم بي 450 يشتغل. هيشتغل ازاي؟ ياخد الاكسجين من ياخد سنجل اتوم من الاكسجين اللي داخل ده ويضيفه على الدراج، فيبقى الدراج متحمل عليه او اتش جروب. يبقى هو خد موليكيول او اتوم، سوري اتوم واحده بس من الاكسجين اداها للدواء او للزينوبيوتكس، فبقى عندك الدراج شايل او اتش كامله. الله، طب الاكسجينه بقى اللي باقيه الاتوم الثانيه من الاكسجينه هتتحد مع الاثنين هيدروجين بتوع النات بي اتش ويخرج لي النات بي ويخرج لي ووتر. عشان كده هو اسمه ميكسد فانكشن اوكسيديز. الاكسجينه الاولانيه اداها للدراج فالدراج بقى اسم بقى متحمل عليه او اتش، خلاص؟ هتقولي طب الاتش اللي جاي على الدراج دي منين؟ ما هي اصلا كانت موجوده في الدراج، يبقى الدراج اصلا كل الدراجز او اغلب الزينوبيوتكس بتبقى مليانه هيدروجينات، لو انا حطيت اكسجين عليها بقت او اتش، تمام؟ طيب، امال بقى الاكسجينه الثانيه هنعمل بيها ايه؟ هتتحد مع الاثنين هيدروجينه اللي هناخدهم من النات بي اتش 2 فيديني ووتر. اذا السيتوكروم بي 450 بص مين اللي داخل له؟ الزينوبيوتكس او الدراج او الميتابولايت، وداخل له الاكسجين وداخل له اتنين هيدروجين متحملين على النات بي. هو اسمه مونو اكسجينيز. يبقى هيضيف كام اكسجينه على الدراج او على الزينوبيوتكس؟ اكسجينه واحده بس، فلما ضفنا الاكسجينه بقى الدراج هيدروكسيليتد او الزينوبيوتكس بقى هيدروكسيليتد. طب الاكسجينه الثانيه اللي كانت داخله دي هنعمل بيها ايه؟ مع هتتحد مع الاثنين هيدروجينه بتوع النات بي هيديني ووتر. خلاص كده الرياكشن ده بنسميه مونو اكسجينيز او ميكسد فانكشن اوكسيديز. تعال نكمل كلامنا عن المونو اكسجينيز او الميكسد فانكشن اوكسيديز. البطل بتاعنا اسمه سيتوكروم بي 450، عرفنا اسمه كده ليه؟ انه خد 1 اتوم بس من الاكسجين، هي دي اللي حطها على السبستريت، هي دي اللي حطها على الزينوبيوتيك، هي دي اللي حطها على الدراج، خلاص كده؟ فالدراج داخل اهو على صوره ار اتش، خرج على هيئه ار او اتش، خلاص كده؟ طب الاكسجينه الثانيه هنعمل بيها ايه؟ هتتحد مع الاثنين هيدروجينه المتحملين على النات بي فتخرج على هيئه ووتر. يبقى 1 اوكسجين ادد للسبستريت، الاذر اوكسجين استغنيناها في تكوين الميه، عشان كده بيسموه مونو اوكسجينيز او ميكسد فانكشن اوكسيديز. اكسجينه واحده بس اللي تتحط على السبستريت، الثانيه بتشارك في تكوين الميه. طيب احنا دلوقتي اتفقنا ان احنا عاوزين نعرف ايه عن السيتوكروم بي 450، قلنا رقم واحد عاوزين نعرف عنه الميكانيزم اوف اكشن وعرفنا ازاي هو بيشتغل كمونو اكسجينيز. دلوقتي تاني حاجه عاوزين نعرفها بعد الميكانيزم اوف اكشن، عاوزين نعرف خصائص السيتوكروم بي 450. اولا له خصائص من ناحيه الاستراكشر. السيتوكروم بي 450 كتركيب هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن هيمو بروتين، يعني جواه مجموعه الهيم، يعني جواه 4 بايرور رينج فيها ايرن في النص. يبقى اول حاجه لازم تعرفها على السيتوكروم بي 450 ان هو عباره عن هيمو بروتين، تركيبه داخل فيه الهيم. يعني ايه هيم؟ يعني 4 بايرور رينج وفي النص فيه ايرن. عاوز أأكد عليك معلومة مهمة جدا، السيتوكروم بي 450 ده مش نوع واحد، ده في أنواع كتيرة جدا من السيتوكروم بي 450، يبقى الإنزيم ده له أنواع كتير، عشان كده هتلاقيني دايما بعامله بصيغة الجمع، هو مش نوع واحد، في أنواع كتيرة منه عشان تتعامل مع الديفرنت تايب أوف زينوبيوتكس. تركيبه إيه؟ هيموبروتين. طيب تاني حاجة عاوز تعرفها عنه إيه؟ الموليكولار ويت بتاعه كام؟ 55 كيلو دالتون. يبقى الموليكولار ويت بتاعه 55 كيلو دالتون. واحد فيكم هيفكر يقول لي امال ايه كلمه 450 دي؟ ما هي دي انا فاكرها الموليكولار ويت. لا يا فندم، احنا مسميينه سيتوكروم بي 450، رقم 450 دوت لان انا لما بقيسه على جهاز السبكتروفوتوميتر احسن قياس له بيبقى عند ويف لينس 450 نانومتر.
يبقى يا فندم من فضلك الموليكولار ويت بتاع السيتوكروم بي 450 55 كيلو دالتون. اما الرقم 450 ده بيعبر عن ايه؟ ده بيعبر عن ان انا لما باجي اقيسه على جهاز السبكتروفوتومتر لازم اظبط الجهاز على رقم 450 نانومتر. خلاص تمام. ايه تاني من خصائص السيتوكروم بي 450؟ هو مش انزيم. طيب الانزيم ده بيشتغل زي ما اتفقنا على انواع مختلفه من الزينوبيوتكس، فبالتالي بيقول لك ده له برود سبستريت سبيسيفيسيتي، بيشتغل على انواع مختلفه من الزينوبيوتكس. طيب مش هو انزيم، يبقى ممكن يكون انديوست في حاجات معينه. الانزيم انديوست يعني ايه؟ في حاجات معينه ممكن تزود التصنيع بتاعه، وبرده ممكن يكون انهبيتد. يبقى هو كانزيم في حاجات بتعمل له اندكشن بتزود تصنيعه، في حاجات بتعمل له انهبيشن او بتقلل تصنيعه او بتقلل شغله او بتتداخل مع شغله. يبقى اذا في حاجات من الخصائص ليها علاقه بالاستراكشر، ان هو هيموبروتين الموليكولار ويت بتاعه 55 كيلو دالتون، مش هو انزيم يبقى هو بيشتغل على سبستريت بانواع مختلفه، فبيقول لك له برود سبيسيفيسيتي. هو كانزيم كان بي انديوسد وكان بي انهبيتد. طب مكانه فين السيتوكروم بي 450 كنوع تاني من الخصائص؟ لازم يكون في الاورجان اللي بتعمل زينوبيوتيك ميتابوليزم، يبقى لازم يكون في الليفر، لازم يكون في اللنج، لازم يكون في السمول انتستين، وممكن نلاقيه كمان في البرين عشان يتخلص من التوكسيك كومباوند في البرين، لان البرين مهم جدا ان يكون انه ما يتراكمش فيه اي توكسيك كومباوند. طب فين في التحديد برضو نحدد بقى الاورجانيل؟ بيقول لك في السموث اندوبلازميك ريتيكولم والميتوكوندري، في السموث اندوبلازميك ريتيكولم والميتوكوندري. طب هو وظيفته ايه؟ التعامل مع الزينوبيوتكس. يبقى اذا هو بيتعامل مع الميتابوليزم اوف ديفرنت كومباوند. بس زي ما اتفقنا وقلتها لك بدل مرة مليون، الزينوبيوتكس ايوه هو علم التعامل مع المواد الغريبة، بحولها في سوق من صورة توكسيك الى صورة نون توكسيك، بس ساعات تحصل منها مشاكل زي الميثانول كده، ما شفنا تعامل الزينوبيوتك معاه خلاه مادة مضرة. برضو السيتوكروم بي 450 في حالات قليلة جدا، السيتوكروم بي 450 ممكن يكون ميوتاجينيك او كارسينوجينيك. يبقى لما تيجي تذاكر الخصائص هتذاكرها في الصورة دي، خصائص ليها علاقة بالاستراكشر ان هو هيموبروتين والمولكيولار ويت 55 كيلو دالتون، وان هو بيشتغل على سبستريتس كتيرة، كان بي انديوزد وكان بي انهبيتد لانه انزيم. مكانه فين؟ في الاورجن اللي بتعمل زينوبيوتيك ميتابوليزم زي الليفر والكيدني واللنج والبرين، وفين بالتحديد؟ في الميتوكوندريا والسموث اندوبلازميك ريتيكولوم. وظايفه ايه؟ التعامل مع الزينوبيوتكس، بس في بعض الاحيان بيبقى له عيوب. يجي يتعامل مع الزينوبيوتك يحوله الى ماده كارسينوجينيك. يبقى دي كده خصائص الهيومن سيتوكروم بي 450. طيب تعالى بقى نقول ايه الاهميه الطبيه. احنا اتفقنا احنا بندرس البايوكيمستري عشان قصه البايوميديكال امبورتنس. ايه الاهميه الطبيه للسيتوكروم بي 450؟ هنلاقي له اهميه في الدراج انتر اكشن. يعني ايه؟ الناس اللي بتاخد اكتر من دواء مع بعض، واحد مثلا عنده الضغط وعنده السكر، فبياخد الدواء الضغط ودواء السكر، فيقول لك الدوايين بيتداخلوا مع بعض. هنشوف ازاي السيتوكروم بي 450 ممكن ياثر في حكايه التداخل بتاع الادويه دي مع بعضها. طيب كمان له دور في الكارسينوجينيسيس للاسف، زي ما هنشوف ازاي ساعات من عيوب شغله ان ممكن يعمل كارسينوجينيك افكت، بس ده يا فندم في حالات قليله جدا، لما اساسي هو مفيد جدا في التعامل مع الزينوبيوتيك. طيب وايه كمان؟ مش انا قلت لك ان السيتوكروم بي 450 ده مش نوع واحد، ده انواع كتيره. طب ودام هو انواع كتيره يبقى مش اكيد هو جاي من جينات مختلفه؟ تمام. والسيتوكروم بي 450 انواع كتيره لانه جاي من جينات مختلفه في التركيب، وكمان مختلفة بين الأفراد. يعني إيه؟ يعني أنواع السيتوكروم بي 450 اللي عند مروة غير السيتوكروم بي 450 اللي عند محمد غير السيتوكروم بي 450 اللي عند علي، فدي سموها سيتوكروم بي 450 بوليمورفيزم، إن أنواع الإنزيم بتاع السيتوكروم بي 450 بتختلف ما بين الأفراد المختلفة نتيجة اختلاف في السيكونس بتاع الجينات بين الأفراد المختلفة، فده يخلي مروة لما تاخد دواء معين يبقى استجابتها سريعة، أما علي لما ياخد نفس الدواء يبقى استجابته بطيئة. تمام. يبقى إذا إيه أهمية السيتوكروم بي 450؟ هنركز على ثلاث حاجات: دوره في الدراج إندر أكشن، دوره في ان يبقى في اختلاف في الاستجابه في الادويه، الاستجابه للادويه بين الافراد نتيجه السيتوكروم بي 450 بوليمورفيزم، واخيرا للاسف انه ممكن تنتج عنه عيوب فيعمل كارسينوجينيسيس. تعالى دلوقتي نشوف اول التطبيقات الطبيه للاستخدامات الطبيه للسيتوكروم بي 450.
اللي هي الدراج انتر اكشن، ازاي لو خدت اكتر من دواء ممكن يتداخلوا مع بعض وجرعه الدواء تتغير معايا نتيجه ان انا خدت دواء تاني. تعال نشوف عيان عندي عنده الثرومبوزس بيكون جلطات، تمام كده، اضطر الدكتور ان هو يكتب له وارفرين. الوارفرين دوت بيشتغل كانتي كواجولانت، بيشتغل كانتي كواجولانت ازاي؟ هو بيروح للليفر يمنع تصنيع الكواجوليشن فاكتور، خلاص. فانا خدت دلوقتي الوارفرين، ابتدي يحصل له امتصاص ويتوزع لحد ما يوصل لمكان شغله جوه الليفر، جوه اي مكان، عشان يشتغل كانتي كواجولانت. مش كده في العيانين اللي عندهم ثرومبوزس؟ يبقى ده اصلا عيان بيكون جلطات، اديت له وارفرين، الوارفرين هيخش من الجي اي تي يحصل له ابزوربشن وديستريبيوشن، يتوزع لحد ما يوصل لمكان شغله، ماشي كده، وبالتالي يشتغل كانتي كواجولانت، خلاص كده. يبقى ده اصلا عيان عنده ايه؟ ثرومبوزس، فالدكتور كتب له ايه؟ وارفرين، خلاص كده. لحد دلوقتي القصه ما فيهاش اي مشكله. العيان ده نحس شويه، تمام، عيان مش بس عنده جلطات، ده عنده مشاكل في الاعصاب او بيجيله تشنجات، الدكتور اضطر يكتب له فينو باربيتال. يبقى العيان بيكون جلطات، الدكتور كتب له انتي كواجل. نفس العيان كان نحس، كتب له الدكتور فينو باربيتال عشان يهديه كسيداتيف وهو مضاد للتشنجات. طب ايه المشكله؟ لا، في مشكله، هنلاقي ان الفينو باربيتال بيعمل اندكشن للانزيم اللي اسمه سيتوكروم بي 450، بيزود جدا 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 تصنيع السيتوكروم بي 450. طب برضه فين المشكله؟ لا استنى، ما السيتوكروم بي 450 ده هو اللي كان بيتعامل مع الوارفرين، هو اللي لما الوارفرين كان بيأدي وظيفته كان بيكسره، خلاص كده، او بيحوله على الاقل لصوره ان اكتف. دلوقتي لما السيتوكروم بي 450 يعلى بالطريقه دي هيعمل ايه في الوارفرين؟ هينهانس الميتابوليزم بتاع الوارفرين، هيخلي الجسم يخلي يكسر الوارفرين بسرعه، او اضعف الايمان يخلي الوارفرين ان اكتف. يبقى اذا لما العيان ده كتب له فينو باربيتال، فينو باربيتال زود تصنيع السيتوكروم بي 450، سيتوكروم بي 450 ده اللي كان بيتعامل مع الوارفرين بس بعد ما يقضي وظيفته وبعد ما يشتغل كنا بنعمل له بقى اكسكريشن او نحوله لصوره ان اكتف. لما السيتوكروم بي 450 هيزيد كده هيتعامل، هينهانس الميتابوليزم بتاع الوارفرين، فاما ان هو يتكسر بسرعه او يبقى ان اكتف وارفرين. دلوقتي لو العيان ده كان بياخد جرعه وارفرين 5 مللي جرام بير ديسيليتر، هل في وجود الفينوباربيتال لسه برضه هيحتاج 5 مللي جرام ولا محتاج اقللهم ولا ازودهم من وجهه نظرك؟ هو دلوقتي كان مكفيه ال 5 مللي جرام، دلوقتي لما خدنا 5 مللي جرام وارفرين، لما ضفنا الفينوباربيتال، الفينوباربيتال زي ما بنقول كده سرع تكسير الوارفرين او خلى الوارفرين يبقى في صوره ان اكتف. يبقى انا هضطر اعمل ايه في جرعه الوارفرين؟ هضطر ان انا ازود جرعه الوارفرين. يبقى لازم الدكتور لو هو شاطر، بدل ما العيان ده كان بياخد وارفرين مثلا 5 مللي جرام، هيضطر يبقى 10 او 15 مللي جرام عشان الفينوباربيتال اللي بياخده ده. تعال نشوف الكلام ده مكتوب. يبقى اذا انا لو عندي عيان كان بياخد وارفرين واضطريت ان انا ازود له فينوباربيتال كسيداتيف، ساعتها الفينوباربيتال هيزود تصنيع السيتوكروم بي 450، ده ايه انهانس، هيزود الميتابوليزم بتاع الوارفرين، اما ان هو يبقى اكسكريتد او ان هو بيتحول لصوره ان اكتف. ساعتها انا اذا الوارفرين كده كانه بيحصل له ميتابوليزم كويكلي، بيحصل له تمثيل غذائي سريع، يبقى ان اكتف او يبقى اكسكريتد. اذا انا لازم الدوز بتاع الوارفرين تبقى انكريز. ادي مثال لازاي لما دوايين تداخلوا مع بعض او دخلوا مع بعض، ده اثر على نشاط السيتوكروم بي 450، فاثر على التمثيل الغذائي للوارفرين، فسرع من التمثيل الغذائي للوارفرين، فاضطريت ان انا ازود جرعه الوارفرين. تعال نشوف التطبيق الثاني للبيوميديكال امبورتانس بتاعت السيتوكروم بي 450. بعد ما شفنا دوره في الدراج انتر اكشن، تعال نشوف دوره في الجين بوليمورفيزم. احنا قلنا السيتوكروم بي 450 هو نوع واحد ولا اكتر من نوع؟ اكتر من نوع، يبقى هو بوليمورفيك فورم. طب نتيجه ايه؟ هو ليه في اكتر من نوع؟ اكتر من نوع نتيجه اختلافات في الجين، خلاص كده، يبقى بيسموها جين بوليمورفيزم. يبقى اذا هو انواع كتيره نتيجه اختلافات في تركيب الجين، وكمان الانواع دي مختلفه بين الافراد. يبقى اذا السيتوكروم بي 450 له انواع كتيره مختلفة ما بين الأفراد نتيجة اختلاف في الجينات. بس السيتوكروم بي 450 يعني إيه بوليمورفيك فورم؟ له أنواع كتيرة مختلفة ما بين الأفراد نتيجة اختلاف في الجينات، بيسموها جين بوليمورفيزم،
خلاص كده. طيب ده بيأثر على ايه بقى؟ ده بيأثر على اذا في اختلافات بين الافراد في الزينوبيوتيك ميتابوليزم، وبالتالي يبقى في اختلافات بين الافراد في الاستجابه للدواء. يبقى دلوقتي احنا هنقول النقطه دي تاني، ان ده التطبيق التاني للسيتوكروم بي 450 في المجال الطبي، اللي هي الجين بوليمورفيز. السيتوكروم بي 450 ده موجود في بوليمورفيك فورم، يعني في اشكال متعدده، اشكال متعدده مختلفه ما بين الافراد، خلاص كده، نتيجة اختلافات في الجينات، نتيجة جين بوليمورفيزم. طب ده يأثر علينا احنا ازاي؟ يأثر علينا في التمثيل الغذائي، الريت بتاع الميتابوليزم بتاعت الأدوية المختلفة هيبقى مختلف ما بين محمد وعلي ومروة وغيره، وبالتالي الاستجابة للدواء هتبقى مختلفة ما بين الأفراد. اشهر مثال بيقابلنا لمشاكل الجين بوليمورفيزم في السيتوكروم الناتجه من السيتوكروم بولي سيتوكروم بي 450 بوليمورفيزم، الناس اللي بياخدوا الادويه النفسيه الانتي سايكوتكس، مضادات الاكتئاب، تمام. هتلاقي ان استجابه مروه غير محمد غير احمد للانتي سايكوتكس، تمام. مروه يكفيها قوي 5 مللي جرام، احمد دي لازم نزود الجرعه ل 10 مللي جرام، محمود لازم الجرعه بتاعته تبقى 20 مللي جرام، تمام. فبالتالي لازم اتابع مستوى الدواء، لازم اعمل ادجستمنت للدراج اكوردنج للبلازما ليفل بتاعت الدراج ده. يبقى لازم اتابع، انا دلوقتي كتبت له الدواء بجرعه معينه، ببتدي باقل جرعه ممكنه، اتابع هو بيتحسن، دايما ببتدي باقل جرعه ممكنه، ودايما اتابع ان انا اقيس مستوى دراج ومستوى نيورو ترانسميتر عشان اقدر اظبط جرعه الدواء، لا تزيد مني ولا تبقى اقل، فالافكت ما يحصلش. يبقى اذا ده اهم تطبيق للسيتوكروم بي 450 بوليمورفيزم، الناس اللي بياخدوا ادويه الاكتئاب او الانتي سايكوتكس اللي هي الادويه النفسيه المختلفه، لازم الدوز بتاعتها تو بي ادجستد لانها مختلفه من بيرسون الى اخر، فلازم اتابع مستوى الدراج في البلد، ولازم اتابع مستوى النيورو ترانسميتر في البلد، لان ممكن شخص تكفيه 5 مللي جرام، الثاني لازم 20، الثالث لازم 30، اند سو اون. تعالى نستكمل مع بعض دلوقتي البيوميديكال امبورتنس بتاعت السيتوكروم بي 450 بعد ما شفنا الدراج انتر اكشن، وزي ما شفنا دوره بعد كده في البوليمورفيزم واختلاف في الاستجابه بين الادويه بين الافراد. تعالى بقى نشوف الجانب السيء، احنا شفنا الجانب المضيء. دلوقتي تعالى نشوف الجانب السيء من السيتوكروم بي 450. ممكن يعمل السيتوكروم بي 450 مشكله في جسم الانسان، ممكن يعمل كارسينوجينيسيس بس في حالات قليله جدا. تعالى نشوف الحكايه ممكن تحصل ازاي. في مركبات مضره جدا جدا بتبقى بتستنشق اثناء التدخين وبتوصل لللنج، برو كارسينوجين، خلاص كده، برو كارسينوجين بتستنشق من خلال اثناء التدخين. يبقى لان احنا كنا عارفين، امال احنا بنقول ليه دايما ان السموكينج في مواد كارسينوجينيك لللنج؟ لانه اصلا في مواد بتبقى مضره جوه السموكينج، جوه الدخان دوت جوه السجاير اللي بتتدخن. حلو قوي. طيب البرو كارسينوجين بيتعامل معاها جوه اللنج انزيم اسمه اروماتيك هيدروكربون هيدروكسيليز، ده برضو من عيله السيتوكروم بي 450. يبقى الاروماتيك هيدروكربون هيدروكسيليز ده من عيله السيتوكروم بي 450. للاسف ده بقى بيحول البرو كارسينوجين الى اكتف كارسينوجين، يعني ده بينشط البرو كارسينوجين. ده لو انا واحد بدخن كل يوم سيجارتين ثلاثه بيتكون عندي شويه اكتف كارسينوجين، اهو الجسم بيعرف يتعامل معاه وممكن ما يحصلش ضرر، او لو يحصل ضرر يحصل بعد مده طويله وسنين طويله. تعالى بقى نشوف ايه العامل اللي ممكن يدخل فيعمل لي مشكله كبيره. تعالى دلوقتي نشوف واحده ست حامل وبتدخن، البلاسينتا اوف سموكينج وومن. يبقى واحده ست حامل وبتدخن، البلاسينتا بتطلع هرمونز البريجننسي، هرمون البريجننسي للاسف بتعمل اندكشن بطريقه مجنونه للاروماتيك هيدروكربون هيدروكسيليز، بتعمل زياده في تصنيع الانزيم ده بطريقه رهيبه. يبقى ايه رايك، الاكتف كارسينوجين هتتكون بكميه محدوده ولا كميه كبيره جدا جدا جدا؟ كده الاكتف كارسينوجين هتتكون بكميه عاليه جدا جدا جدا، هيحصل زياده عاليه جدا في الاكتف كارسينوجين. الاكتف كارسينوجين اللي هيزيده جدا جدا طبعا هيعملوا لي ضرر جامد للفيتس وكمان للام. يبقى احنا كده شفنا جانب مظلم للسيتوكروم بي 450 في اللنج، في انزيم اسمه الاروماتيك هيدروكربون هيدروكسيليز هو احد الايزوفورم بتاعت السيتوكروم بي 450، ده اصلا
لما بيلاقي المواد اللي هي البروكارسينوجين اللي موجوده في دخان السجاير او الشيشه، تمام كده، اللي هي بتبقى انهيلد، بيحولها الى اكتف كارسينوجين. بس لو هي كميات قليله خلاص الدنيا بتمشي والجسم بيعرف يتعامل مع الاكتف كارسينوجين ده ويصلح المشاكل. ولكن لو انا عندي ست حامل وبتدخن خلاص كده الانزيم دوت البلاسينتا بتطلع هرمونز كتيره، الهرمونز ديت بتعمل اندكشن او اليفيشن للانزيم ده بطريقه مش طبيعيه، وخصوصا في البلاسينتا. كذا الانزيم دوت هيكون لي كميات عاليه جدا من الاكتيف كارسينوجين. الاكتيف كارسينوجين دوت لانه هيعدي لي من خلال البلاسينتا للفيتس، هيضر الام طبعا، هيضر الجنين، وهيضر الام بصوره عاليه وكبيره جدا. طيب احنا دلوقتي خلصنا مين هي الزينوبيوتكس، عرفنا ازاي الجسم بيتعامل معاها من خلال الديتوكسيفيكيشن او ترانسفورميشن او الزينوبيوتيك ميتابوليزم، وعرفنا الفيزز، وخدنا اتكلمنا عن فيز 1، اتكلمنا عن فيز 1 بالتفصيل ان انا بضيف ازاي فانكشنال جروب او او اتش تخلي لي المركب مور ووتر سوليبل، اتكلمنا عن انواع الرياكشن اللي بتحصل في فيز 1 زي الاكسيديشن والريدكشن والهيدروليسيس، اتكلمنا عن اهم الانزيم اللي بتشتغل في فيز 1 البطل بتاعهم هو السيتوكروم بي 450، عرفنا بيشتغل ازاي الميكانيزم، عرفنا البروبرتي الخصائص بتاعته، عرفنا البيوميديكال امبورتنس بتاعته اهميته ايه في الثلاث حاجات الدراج انتر اكشن وفي البوليمورفيزم الاختلاف الاستجابه ما بين الافراد لنفس الدواء، وعرفنا كمان الجانب المظلم ليه ودوره في ان هو ممكن يعمل كانسر في بعض الاحيان. هنتنقل دلوقتي الى فيز 2 اللي هي الفيز الخاص بالكونجوجيشن. لو انا بعد ما ركبت الفانكشنال جروب الاو اتش لسه برضه مش عارفه اتخلص من الزينوبيوتيك بتاعي، فمضطر اضيف له انذر فانكشنال جروب، او المره دي بقى هضيف له اندوجينس اسيد هيعمل اتحاد مع مركب جديد يبقى اسمها عشان كده كونجوجيشن، اتحاد مع مركب يخليه مور ووتر سوليبل زي الجلوكيرونيك اسيد زي السلفيت زي الاسيتايل زي الامينو اسيد. يبقى احنا دلوقتي هنبتدي نتكلم عن فيز 2 في الزينوبيوتيك ميتابوليزم. تعالى دلوقتي نبتدي في فيز 2 اللي هو رياكشن اللي هو المرحله الثانيه من الزينوبيوتيك ميتابوليزم اللي اسمها كونجوجيشن او ربط او اتحاد. يبقى كونجوجيشن معناها ايه؟ ربط او اتحاد. بتتم فين كالمعتاد؟ ليفر، كيدني، انتستين، لانج. تعالى نشوف او انا بحث يعني ايه كلمه كونجوجيشن. انا عندي الدواء بتاعي او الزينوبيوتكس او اي الميتابولايت اللي عايز اتخلص منها هي ووتر انسوليبل وبالتالي تعتبر توكسيك كومباوند. بدات اتعامل معاها من خلال فيز 1 ان انا ركبت لها الفانكشنال جروب اللي اسمها او اتش عشان اخليها مور ووتر سوليبل. لحد لما ركبت لها الاو اتش برضه لقيتها لسه ما هياش مش عارفه ابقى اعمل لها اكسكريشن، لسه الووتر سوليبلتي قليله، فاضطريت اركب لها حاجه زياده او مركب زياده، اعمل لها اتحاد مع مركب زياده اسمه ايه؟ الكونجوجيتنج ايجنت. فكده هيبقى اضافه المركب الزياده دوت هيخليها مور ووتر سوليبل اند نون توكسيك ديريفاتيف. اذا الكونجوجيشن هنا معناها الاتحاد كوبلنج ما بين الفورين موليكيول اللي هو الزينوبيوتكس او الميتابولايت مع كونجوجيتنج ايجنت. خلاص كده؟ مع ماده بتساعد على ان هو تخليه مور ووتر سوليبل وفي صوره نون توكسيك يبقى ايزلي اكسكريتد في اليورين. اذا الكونجوجيشن دي ممكن تحصل زي ما احنا اتفقنا بعد ما نحط الاو اتش. طب افرض مركب اصلا زينوبيوتيك عنده الاو اتش، يبقى ممكن تحصل الكونجوجيشن عليه على طول من غير عمليه الهيدروكسيليشن. يبقى اذا تعالى نقول يعني ايه كلمه كونجوجيشن، يعني اتحاد او ربط. ربط ما بين مين ومين؟ ما بين الفورين موليكيول اللي هو الزينوبيوتيك او الميتابولايت مع كونجوجيتنج ايجنت. طيب هو انا ليه بربطها مع الكونجوجيتنج ايجنت دوت؟ عشان اخليها مور ووتر سوليبل واخليها نون توكسيك. الكونجوجيشن رياكشن ممكن تحصل بعد فيز 1 يعني اللي هو الترتيب العادي ان انا حطيت الاول او اتش وبعدين رحت حاطه الكونجوجيتنج ايجنت. خلاص؟ طب افرض ان انا عندي زينوبيوتيك عنده اصلا او اتش، ساعتها الكونجوجيشن رياكشن ممكن تحصل لوحدها. يبقى ممكن فيز 2 يحصل لوحده او يحصل بعد فيز 1. طيب اذا الكونجوجيشن احنا اتفقنا بتحصل فين؟ في الليفر والكيدني. طب نتيجه الكونجوجيشن ايه؟ ان انا طلع لي المركب مور ووتر سوليبل اند نون توكسيك. بس ما تنساش المعلومه المهمه بتاعت الزينوبيوتيك، زي ما الزينوبيوتيك مهمه في التخلص من التوكسيك كومباوند ليها بعض الاحيان جانب مظلم، دايما بعيدها في كل حته، في بعض الاحيان
ممكن بسبب الكونجوجيشن نلاقي ان مركب بقى نون بقى مور توكسيك. خلاص كده، في بعض الاحيان في جانب مظلم بس دي نسبه قليله جدا جدا، في بعض الاحيان لو حصلت الكونجوجيشن تخلي لي المركب مور توكسيك. طيب تعالى بقى نشوف مين هم الكونجوجيتنج ايجنت، مين هي المركبات اللي لما اضيفها على الزينوبيوتيك فيزود الووتر سوليوبيليتي؟ الجلوكيرونيك اسيد اللي هو جاي من الجلوكوز، تمام كده، فبالتالي ده يسحب ميه وعنده او اتش، تمام، او السلفيت او الاسيتيليشن او الميثيليشن الامينو اسيد. يبقى ما اجي اسالك فيس 2 بيتم بمساعده ايه؟ هتقولي بمساعده كونجوجيتنج ايجنت. طب مين هم الكونجوجيتنج ايجنت دول؟ جلوكيرونيك اسيد، سلفيت، اسيتيل او ميثيل، او اضافه بعض من البولر او الهيدروفيليك امينو اسيد. تعال نبتدي نشوف اشهر الكونجوجيتنج ايجنت اللي هو الجلوكيرونيك اسيد، ده اللي بيسموه الموست فريكوينت كونجوجيتنج ايجنت. لما اجي اسالك في الام سي كيو مين اهم واشهر كونجوجيتنج ايجنت؟ الجلوكيرونيك اسيد. لازم نعرف حكايه الجلوكيرونيك اسيد. حكايه الجلوكيرونيك اسيد ده بدءا من الجلوكوز، شايف حضرتك الجلوكوز؟ الجلوكوز لما بعمل اوكسيديشن للكربون رقم 6 بيبقى اسمه جلوكيرونيك اسيد، في باسوي اسمه يورونيك اسيد باسوي. يبقى حكايه الجلوكيرونيك اسيد ابتدت منين؟ ابتدت من الجلوكوز، ان انا عملت اوكسيديشن للكربون رقم 6 فاداني مركب اسمه الجلوكيرونيك اسيد. خدت الجلوكيرونيك اسيد ده بعد ما عملت اوكسيديشن للجلوكوز ورحت مركبه عليه يو دي بي، رحت مركبه عليه ايه يا فندم؟ يوريدين دايفوسفيت، خلاص، عشان انشطه زياده، عشان لما بيتنشط بيبقى سهل ان هو يبقى يشتغل ككونجوجيتنج ايجنت، بيبقى طاقته الطاقه اللي بيستخدمها اقل. يبقى رقم واحد بحول الجلوكوز الى جلوكيرونيك اسيد بالاكسديشن بتاعت الكربونه رقم 6 من خلال باسوي اسمه يوريك اسيد. الجلوكيرونيك اسيد ده بنشطه ان انا اركب عليه يو دي بي، فكده يبقى اسمه يو دي بي جلوكيرونيك اسيد. طب ليه؟ عشان يبقى سهل انه يشتغل ككونجوجيتنج ايجنت فيستهلك طاقه اقل. طيب مين الانزيم اللي هيمسك اليو دي بي جلوكيرونيك اسيد وينقله للزينوبيوتيك او للسبستريت؟ الانزيم اسمه جلوكيرونايل ترانسفيريز. يبقى الانزيم اسمه ايه؟ جلوكيرونايل ترانسفيريز اللي هينقل الجلوكيرونيك اسيد للزينوبيوتيك او للسبستريت. خلاص كده، الانزيم ده موجود في السموث اندبلازميك ريتيكولم، موجود في السيتوبلازم، وبيشتغل ككاتاليست كعامل حفاز اللي بيساعد على نقل الجلوكيرونيك اسيد الى السبستريت بتاعي، تمام؟ يلا نكمل كلامنا على الجلوكيرونيك اسيد او اليو دي بي جلوكيرونيك اسيد. لما بيخش ككونجوجيتنج ايجنت الجلوكيرونيك اسيد ده بيمسك فين في السبستريت او في الزينوبيوتكس؟ بيمسك في الاكسجين او في النيتروجين او في السلفر اتوم بتاعت السبستريت. يبقى اذا انا عاوزك تعرف اهم معلومات عن الجلوكيرونيك اسيد، ده الموست كومن كونجوجيتنج ايجنت. بيتكون ازاي؟ بيتكون من الجلوكوز بالاكسديشن بتاعت الكربونه رقم 6، تمام، من خلال باسوي اسمه اليورونيك اسيد باسوي. بعد ما بيتكون بيتنشط، يعني اركب عليه يو دي بي فيبقى اسمه يو دي بي جلوكيرونيك اسيد. طب ليه انا بعمل فيه كده؟ عشان اسهل شغله ككونجوجيتنج ايجنت، اقلل الطاقه اللي بتستخدم عشان يمسك ويبقى يشتغل ككونجوجيتنج ايجنت. طب هو بيمسك فين لما بيخش على السبستريت؟ بيمسك في الاكسجين او في النيتروجين او في السلفر. كمل كلامنا. طب مين هي المركبات اللي بتبقى كونجوجيتد مع جلوكيرونيك اسيد؟ بص كده، البيليروبين اللي هو ناتج من تكسير الهيم، يعني ده موجود اهو في جسم الانسان عادي، الهيم لما بيتكسر بيديني بيليروبين. البيليروبين ده يعتبر ماده توكسيك لازم اتخلص منها، اتخلص منها ان انا اعمل لها كونجوجيشن مع جلوكيرونيك اسيد. طيب البنزويك اسيد اللي موجود في اغلب الاكل كماده حافظه، بعض الانتي بايوتيك زي الكلورامفينيكول برضو الجسم بيتعامل معاها انه يتخلص منها بعد ما تأدي وظيفتها ان هو يمسك فيها جلوكيرونيك اسيد. بعض الهرمونز زي الثيرويد هرمون والكورتيكوستيرويد والسكس هرمون بعد ما يأدي وظيفتهم وخلاص كده عملوا وظيفتهم الجسم يتخلص منهم عن طريق ان هو يمسكهم في جلوكيرونيك اسيد. يبقى انت كده عرفت جلوكيرونيك اسيد جاي منين؟ جاي من الجلوكوز، بعد كده بيتنشط على هيئه يو دي بي جلوكوز، الانزيم اللي بينقله اسمه جلوكيرونايل ترانسفيريز. طب بيمسك فين؟ في السبستريت، عند الاكسجين او النيتروجين او السلفر. طب مين المواد اللي بتبقى كونجوجيتد مع الجلوكيرونيك اسيد؟ البيليروبين او الانتي بايوتيك او زي الكلورامفينيكول او بعض الهرمونز زي الثيرويد او الكورتيكوستيرويد بعد ما تأدي وظيفتها.
تعالى ناخد مثال تاني للكونجوجيشن رياكشن اللي هو الفيس 2 بتاع التعامل مع الزينوبيوتيك. خدنا المثال الاول اللي هو ان انا حطيت كلوكرونيك اسيد، المثال التاني ان انا حطيت سلفيت زي ما انت شايفه اللي هي الاس او 3 مجموعه السلفيت دي، مجموعه بتخلي المركب بيبقى مور ووتر سوليبل وايزلي اكسكريت. اول حاجه لازم تقولها لنفسك السلفيت اجيبها منين؟ من مركب اسمه البابس، المركب اسمه بابس، فوسفو ادينوزين فوسفو صلفيت. ده المركب اللي هو بيسموه الاكتف صلفيت دونر، ده اللي بيديني الصلفيت، المركب اللي اسمه بابس. الانزيم هيبقى اسمه ايه؟ صلفيت سلفو ترانسفيريز اللي هو بينقل الصلفيت. طب مين المركبات اللي بتمسك في السلفر فتبقى ايزلي اكسكريتد؟ الفينول والاندول اللي موجودين كتير جدا في كمواد حافظه في الاكل بتاعنا ومتضافه في كتير من الدراجز بتاعتنا. يبقى خلاصه السلفيشن بجيب السلفيت جروب منين؟ بجيبها من مركب نشيط اسمه البابس فوسفو ادينوزين فوسفو صلفيت، الانزيم اسمه سلفو ترانسفيريز. ايه امثله للمركبات اللي بتحتاج اضافه سلفيت؟ الفينول والاندول اللي موجوده في كتير من الادويه وكمواد حافظه كمان في الاكل بتاعنا. بعد السلفيشن في ايه كمان؟ اسيتايليشن، من اسمها هتبقى الدونر بتاعنا. بنجيب الاسيتايل منين؟ من الاسيتايل كو اي. يبقى الاسيتايل كو اي هو الاسيتايل دونر، الانزيم هيبقى اسمه ايه؟ اسيتايل ترانسفيريز. ده موجود في السيتوبلازم وفي السموث اندوبلازم جلتيكولم بتاعت التيشوز المختلفه ومنها الليفر. هنا بقى في الاستايليشن عاوز اقول لك معلومه على الاسيتايل ترانسفيريز، زيه زي السيتوكروم بي 450 له بوليمورفيك فورم، له اشكال كتيره. الاسيتايل ترانسفيريز له اشكال كتيره ومختلفه بين الافراد، يبقى اذا بيتقال عليه ان هو بوليمورفيك فورم. يبقى الاسيتايل ترانسفيريز بوليمورفيك فورم، في منه اشكال متعدده ومختلفه بين الافراد. فنلاقي ناس بيميلوا ان هم يعملوا فاست اسيتايل ترانسفيريز اكتيفيتي، وناس ثانيه بيسموهم سلو اسيتايليتور، دول بيبقى الاسيتايل ترانسفيريز الاكتيفيتي بتاعته بطيئه. يبقى اذا عشان تعرف الاسيتايليشن بتتم بنجيب منين الاسيتايل؟ من الاسيتايل كو اي. الانزيم اسمه ايه؟ اسيتايل ترانسفيريز، موجود في السيتوبلازم بتاع التيشوز المختلفه منها الليفر. لازم تعرف ان الاسيتايل ترانسفيريز زي شبه السيتوكروم بي 450 في حته ان هو بوليمورفيك. يعني ايه بوليمورفيك؟ له اشكال متعدده ومختلف بين الافراد. فنلاقي ناس الاسيتايل ترانسفيريز عندهم نشيط جدا جدا بيسموهم الفاست اسيتايليتور، وناس هنلاقي ان الاسيتايل ترانسفيريز بطيء جدا فبيسموهم سلو اسيتايليتور. فده بيفرق في الاستجابه للادويه المختلفه، ناس محتاجين جرعات عاليه وناس محتاجين جرعات قليله لو الدواء ده بيحتاج اسيتايل في التعامل معاه داخل جسم الانسان. اذا الناس اللي سلو اسيتايليتور اللي الاسيتايل ترانسفيريز بتاعهم بطيء يبقى دول ممكن يميلوا ان هم يراكموا الدواء، يحصل فيهم تراكم للدواء ان هو ما بيتصرفش ما بيحصلوش ميتابوليزم بطريقه سريعه، فدول محتاجين ان احنا نعمل فيهم ايه؟ نقلل لهم جرعه الدواء، خلاص كده؟ لان الدواء بيفضل مده طويله في جسم الانسان. يبقى اذا لو انا عندي انسان طبيعته ان هو سلو اسيتايليتور او الاسيتايل ترانسفيريز اكتيفيتي بتاعته بطيئه، يبقى اذا الدواء هيفضل مده اطول من اللازم، بيرسيست فور لونجر تايم، يبقى ده محتاج ان احنا نقلله جرعه الدواء. ايه امثله للادويه اللي بتتعامل او بتحتاج اضافه اسيتايل عشان نعمل لها ميتابوليزم؟ السلفينايل اميد والبارا امينو بنزويك اسيد. السلفينايل اميد والبارا امينو بنزويك اسيد من امثله للادويه اللي جسم الانسان عشان يتعامل معاها ويعمل لها ميتابوليزم بتحتاج اضافه الاسيتايل جروب، وساعتها لازم اخد في اعتباري استجابه الانسان دوت للاسيتايل ترانسفيريز، هل هو استجابته سريعه ولا بطيئه عشان اظبط جرعه الدواء بتاعي. بعد ما خدنا اضافه الجلوكرونيك اسيد وبعد ما خدنا اضافه الاسيتايل جروب للزينوبيوتكس وبعد ما خدنا هناخد مثال تاني دلوقتي عن اضافه الميسايل الانزيم اللي طبعا هيشتغل يبقى اسمه ميسايل ترانسفيريز، تمام كده؟ الرياكشن اسمه ترانس ميسايليشن رياكشن، انا بنقل ميسايل. طب بجيب الميسايل منين؟ من الدونر بتاعي. الدونر بتاعي هو الاس ادينوزايل ميسيونين، الدونر بتاعي اسمه اس ادينوزايل ميسيونين، هو ده اللي باخد منه الميسايل جروب، وده بيبقى ليميتد، استخداماته محدوده جدا في جسم الانسان. يبقى الميسايليشن ليميتد بتتم بمساعده انزيم اسمه الميسايل ترانسفيريز، تمام كده؟ الرياكشن اسمه ترانس ميسايليشن، بجيب الميسايل منين؟ من الاس ادينوزايل ميسيونين. خلي بالك الميسايليشن ليميتد في جسم الانسان في ناحيه الزينوبيوتيك ميتابوليزم.
ادي مثال قدامنا، لو انا واخده مركب او دخل جسمي مركب النيكوتيناميد ممكن احط له ميثايل جروب فيبقى اسمه ان ميثايل نيكوتيناميد، في التوقيت دوت بيسهل عليا التعامل مع الان ميثايل نيكوتيناميد، ان انا بيسهل على جسم الانسان انه يتخلص منه بطريقه سيف. اخر مثال عندنا للكونجوجيشن هو ان انا اعمل كونجوجيشن مع امينو اسيد، وطبعا اشهر امينو اسيد هو الامينو اسيد الصغير اللي اسمه جلايسين. لما الجلايسين بيحصل له كونجوجيشن مع مركب زينوبيوتكس بيخليه ايزلي اكسكريتد. تعال نبص كده على البنزويك اسيد اللي بيستخدم في كتير من المواد الحافظه في الاكل اللي احنا بناكله، بيحصل له كونجوجيشن في جسم الانسان مع الجلايسين فبيديني مركب اسمه هيبيوريك اسيد، بيبقى اكسكريتد في اليورين بسلام وامان. طيب النيكوتيناميد اللي احنا قلنا ممكن نعمله ميثايليشن، ممكن كمان نعمله كونجوجيشن مع الجلايسين فساعتها بيسموه نيكوتينيوريك اسيد، وده برضو بيبقى ايزلي اكسكريت. يبقى احنا كده خدنا الكونجوجيشن مع الجلوكيرونيك اسيد، خدنا الكونجوجيشن مع الاسيتايل مع السلفيت مع الميثايل، خدنا الكونجوجيشن مع الامينو اسيد، واتفقنا ان هدف الكونجوجيشن انها تخلي المركب مور ووتر سوليبل اند نون توكسيك. تعالى كده الحمد لله احنا خلصنا الزينوبيوتيك ميتابوليزم والتعامل مع المواد الغريبه، وقلنا ان هو عباره عن تو فيزز، فيز 1 اللي هو باضافه الفانكشنال جروب عشان نخليه مور ووتر سيليبل اللي هو اسمه الثاني ممكن تبقى هيدروكسيليشن، بيتم عن طريق الاكسيديشن او الريدكشن او الهيدروليسيس، هنا مجرد اضافه او اتش فده بالتالي زياده الهيدروفيلستي ان انا اخليه مور هيدروفيل بتبقى سمول اماونت. وده بيتم ازاي؟ ان انا احط اضيف على الزينوبيوتيك او على الدراج بتاعي فانكشنال جروب زي الاو اتش، خلاص كده؟ الفيس 2 اسمه كونجوجيشن، انا بعمل اتحاد مع كونجوجيتنج ايجنت، كونجوجيتنج ايجنت ده بيزود الووتر سوليبيليتي، اذا الهيدروفيلستي هنا او الووتر سوليبيليتي بتعلى جدا جدا في فيس 2، خلاص كده؟ بيتم ازاي فيس 2؟ ان انا بضيف بولر كومباوند زي الجلوكيرونيك اسيد زي السلفيت زي الاسيتايل زي الميثايل امينو اسيد زي الجلايسين، لما بتضاف على الزينوبيوتيك بتخليها مور ووتر سوليبل. بكده يبقى احنا نهينا الجزء الخاص بالرول اوف ليفر في الديتوكسيفيكيشن او الزينوبيوتيك ميتابوليزم. ثانك يو فيري ماتش.